هذا وشارك وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الافتتاحية للدورة 28 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وألقى شكري كلمة بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي كلمته أكد شكري أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في البناء على المؤتمرات السابقة وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية، مشيرا إلى تأسيس صندوق الخسائر والأضرار وإطلاق برنامج عمل التحول العادل والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت باتجاه العمل المناخي العالمي. أبقى مركز عليه. ولكن هي التزامات، وهو تركيز كبير على تطبيقها على النحو نفسه على في الميدان. هو نداء نحن قد قمنا بالاستجابة له معا، للاستجابة إلى جميع الأضرار وأيضا التمويل إلى والتمويل وبرامج التمويل في برامج التكيف المناخي، وأيضا رأينا الحالات والالتزامات لتحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي. قد استمعنا إلى جميع الأصوات من المؤسسات المالية فيما يتعلق الأمر بتسليط الضوء على التكيف المناخي، وأيضا بينما عملنا مع التعاون الخاص بمراكش وأيضا التعاونات المختلفة من مؤتمر الأطراف 27 في مكافحة التغير المناخي. كما نتحدث أيضا عن الإنجازات الخاصة بمؤتمر الأطراف، نحتاج أيضا إلى التقييم الخاص بذلك والخاص بالدافع وتحقيق الإلهامات التي نألو إليها، ونستمع إلى جميع الأصوات من المجتمعات المتأثرة بالتغير المناخي. وأيضا هذا الجانب يجب أن نهتم به جميعا.